تيلينت التابعة لشركة الاتصالات البلجيكية ليبرتي قالت يوم الاثنين إنها وافقت على شراء مشغل شبكة النقل المحلي من المجموعة الهولندية كي بي إن مقابل 1.325 مليار يورو. بالنسبة لليبرتي جلوبال أكبر مشغل لخدمات الكابل في أوروبا، تعتبر هذه الصفقة خروجا عن الاستراتيجية بعد أن قالت في الماضي إنها غير معنية بشراء وبناء شبكات للهاتف المحمول. الاتفاق سيخلق مشغلا ضخما في بلجيكا لسوق النقال، حيث ستراوح المبيعات حول 2.4 مليار يورو.